خلينا ننتقل مع حضرتك لخبر آخر بقى، وإحنا كلنا في انتظار والعالم أجمع، وهو COP27، حيث أكد الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 أهمية الدور الذي تقوم به الجهات الفاعلة غير الحكومية في تقديم الحلول اللازمة لدفع العمل المناخي، بما في ذلك قطاع الأعمال ورواد الأعمال والمستثمرين ومراكز البحوث، خاصة في ضوء مستجدات الاقتصاد السياسي حول العالم. وأوضح رائد المناخ أن العالم اليوم مختلف عما كان عليه عام 2015 حين تم توقيع اتفاقية باريس في ضوء تبعات جائحة كورونا والمتغيرات الجيوسياسية. وأضاف أن مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ يضع ضمن أولوياته مناقشة ملف الخسائر والأضرار بوصفه أحد محاور العمل المناخي الرئيسية، موضحا أن المنظمات غير الحكومية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في هذا الملف من خلال المساهمة في تقييم الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي في المجتمعات المختلفة، كما تسهم الجامعات ومراكز الأبحاث في إيجاد الحلول العلمية للتعامل معها والحد منها. وأشار إلى أهمية إشراق القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية في تمويل معالجة خسائر التغير المناخي، والتي تضيف تكلفتها عشرات المليارات من الدولارات إلى التمويل المطلوب للعمل المناخي. الحقيقة أن كل العالم متضرر من التغيرات المناخية، ودايما بنتحدث أن إفريقيا هي الأكثر تضررا رغم أنها الأقل تأثيرا وإسهاما في الانبعاثات الكربونية والتغيرات المناخية. أكيد العالم كله منتظر مؤتمر تغير المناخ COP27 اللي هينعقد إن شاء الله أوائل نوفمبر القادم في شرم الشيخ. والحقيقة أن الأوضاع الحالية اللي بيتم فيها عقد المؤتمر هي مختلفة عن مؤتمر باريس أو حتى جلاسكو العام الماضي. عندنا جائحة كورونا، عندنا أزمة اقتصادية روسية، عندنا أزمات كتيرة جدا، يعني بالإضافة للتغيرات المناخية فهي بتزيد من الأمر يعني صعوبة نوعا ما. بنتكلم هنا والدكتور محمود محي الدين بيتكلم عن فكرة إشراك القطاع الخاص أيضا والمنظمات الغير حكومية في يعني القيام بدورها في مساعدة الحكومات والدول المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية. إلى أي مدى ترى أن هذه المشاركة ستؤثر بشكل إيجابي في العالم أجمع دكتور؟ يعني فيما يتعلق في الجانب الأول، الحقيقة يعني أنا سعيد أن مصر عندنا الرؤية لاستضافة مؤتمر بهذا الحجم في ظل التغطية العالمية يعني استضافة شرم الشيخ للمؤتمر COP27، لأن الحقيقة المؤتمر بيحمل مجموعة من الدلالات في البداية ورسائل كبيرة جدا على الدور المصري، واستمرارا يعني دعم مصر لمفهوم الاستقرار الداخلي على المستوى السياسي والاقتصادي، وازاي الرساله دي تقدر توصل عن طريق طبعا ثقه الامم المتحده. المؤتمر ده بيتم تنظيمه عن طريق الامم المتحده، والحقيقه الامم المتحده باختيارها لشرم الشيخ هو الحقيقه مش مبادره مصريه مطلقا، معنى ان احنا استضفنا المؤتمر عن طريق اختيارنا بشكل اخترنا ذاتنا، لا الحقيقه الامم المتحده اللي بتختار احد الدول زي اختيارها الجلاسكو او حتى باريس في السابق لاستضافه المؤتمرات السابقة. الحقيقة أنا شايف أن مصر عندها تحدي كبير لإظهار هذا في خلال المؤتمر والاستعداد ليه. الحقيقة كل التقارير اللي بترسل فيما يتعلق باستعداد شرم الشيخ الحقيقة تقارير إيجابية خروج المؤتمر بالشكل اللائق للدور المصري. فيما يتعلق بالخبر، الحقيقة أنا سعيد بفكرة أن يكون دكتور محمود محي الدين هو أحد الوجهات المصرية الحقيقة المشرفة في المجال الاقتصادي والخبراء الاقتصاديين البنك الدولي، والحقيقة في اختياره ممثل لرائد المناخ للرئاسة المصرية خلال المؤتمر، لأن الحقيقة بيتكلم عن نقاط مهمة جدا، نقاط هامة في غاية الأهمية في مفهوم التمويل للاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأخضر ومفهوم التحولي. ويمكن مش عايز أخش في مصطلحات ويعني في بعض الجوانب اللي ممكن تكون يعني صعبة شوية أكتر، لكن المسألة باختصار شديد هو إزاي الدول أو الخبراء بيتحدثوا عن مفهوم إن كل عمليات الإهمال للبيئة وملوثات البيئة الحالية بتسبب خسائر ضخمة جدا بتقدم بتريليونات الدولارات في العالم كله، نقدر نستخدم جزء منها الحقيقة في عمليات تمويل عمليات التحول في عدد من الدول، لأن حجم الخسائر اللي بتنفق سنوية يعني بشكل كبير لنتاج التلوث البيئي من الممكن استخدامه عن طريق تنحي أو استبدال الملوثات بمجموعة من المصادر الأخرى صديقة البيئة.
وده يمكن هدف وجود او مفهوم الاقتصاد الاخضر في معظم المناحي. مفهوم الاقتصاد الاخضر في تحقيق التنميه المستدامه يمكن ما تم تحقيقه لان الامم المتحده في اخر تقرير ليها اللي كان بتستهدف في اكتوبر 2019 ما قبل كورونا كانت شايفه ان في 90 تريليون دولار اقدر استخدمهم تقدر الامم المتحده تستخدمهم في تمويل عدد من مشروعات التحول للمصادر صديقه البيئه. واللي يمكن كانت هدف منها فكره الوصول لمفهوم الحياد الكربوني. الحياد الكربوني يعني طبعا زيرو الحياد الكربوني هو تقليل نسبه الانبعاثات الكربونيه لمستوى المناسب للبيئه دون وجود اخلال بالنظام البيئي وبيؤثر بالتالي على درجات الحراره لان هالهدف ان درجات الحراره المستهدفه ما قبل كوفيد 19 كان شايفين ان درجات الحراره بتؤدي لحجم كبير من الخسائر مع زياده الانبعاثات كان مستهدف تقليلها درجه ونص كل سنه والحقيقه كان فتره كوفيد 19 مع توقف الصناعات في العالم وصلنا الرقم يعني اقل من المتوقع بكتير جدا لكن مع معاوده الحياه من جديد ارتفع بنسب عاليه في عدد كبير من الدول العالم فبدا الحقيقه المؤتمر ده الحقيقه ده جزء من التوصيات يعني متوقع ان هي تصدر ازاي نقدر نوصل لمفهوم الحياد الكربوني في اطار ما يستهدفه 2050 وده يمكن رقم زي ما اشرت يمكن تقرير الامم المتحده في 2019 بيستهدف 2030 يكون في 90 تريليون دولار اقدر اغطي بيهم برامج التحول اللي هو يمكن دكتور محمود محي الدين بيتكلم عنه وتبعات ارتفاع درجات الحراره ازاي اقدر اوفر ده من خلال مصادر مختلفه المشاركه بتاع القطاع الخاص ده المهم النقطه الرئيسيه لان تمكين القطاع الخاص في مثل هذه البرامج بيكون شيء مهم جدا على اعتبار ان احنا بنتحدث عن قدرتنا على ايجاد مصادر بديله القطاع الخاص بيبقى ليه نسبه كبيره جدا في المشاركه على اعتبار المصانع والمؤسسات والشركات بتبقى مملوكه للقطاع الخاص ويقدر ان هو يبقى مشاركه لكن ده مقابل ايه مقابل يعني بعض من السياسات وال يعني البرامج اللي تقدر توفر للقطاع الخاص ضمانات للحكومات الدول المختلفة في هذا العمل الحقيقة ملف مهم جدا ويحتاج مزيد من يعني مزيد من الوقت بعتذر لو لا لا اطلاقا دكتور محمد اكيد ملف مؤتمر المناخ ملف مهم جدا وفي العديد من النقاط المهمة اللي تحتاج فقرات وفقرات لكن احنا سعدنا جدا بوجود حضرتك معنا دكتور